وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، عفوا من أربيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، الدكتور عبد الحكيم خسرو. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الحكيم. بداية، بعدما هددت حركة التغيير باتخاذ خطوات مفاجئة ضد الأحزاب الحاكمة في كردستان العراق، ماذا تتوقع أن تتخذ الحركة من خطوات في هذا الشأن؟ مساء الخير. طبعا هذه الحركات هي موجودة في مرحلة سابقة وخاصة في السنوات الفائتة. المشكلة الآن أنه حركة التغيير بعد فشل المظاهرات التي حدثت في السليمانية في المرحلة السابقة الآن تحاول أن تدعي إلى مزيد من الاعتصامات والمظاهرات في شوارع إقليم كردستان وخاصة في أربيل والسليمانية، ولكن كما تعلم يعني الحلول الأمنية حالت دون استمرار أعمال العنف وخاصة ما يتعلق بأعمال العنف ضد المقرات الحزبية وأيضا المقاطع الحكومية. لا أتصور بأن لدى حركة التغيير الكثير من الخيارات الآن في التعامل مع الوضع الحالي إلا فيما يتعلق ب تأييد انتخابات مسبقة أو هذه الانتخابات. طبعا كما دعا إليها حكومة إقليم كردستان خلال 3 أشهر، وهذه هي الأمور التي من الممكن الحديث عنها في هذه المرحلة. أما ما يتعلق بحركات أو تحركات حركة التغيير، كان هناك تحركات على صعيد الحكومة الاتحادية وهو عدم التعاون مع حكومة إقليم كردستان لحين حل الإشكاليات القائمة داخل إقليم كردستان ومشاركة كافة الأحزاب السياسية بعد أن قررت حركة التغيير الانسحاب من حكومة الإقليم بصورة كاملة. كان لديها 4 وزارات وأيضا كان لديها مشاركة في رئاسة الإقليم، كان هناك استقالة لرئيس البرلمان في برلمان إقليم كردستان، وهذا الذي ربما سوف يؤدي إلى نوع من الشلل في برلمان إقليم كردستان. بالكلام عن البرلمان وعن السيد يوسف محمد، يبدو أن السيد يوسف محمد رئيس برلمان كردستان عفوا نفذ تهديداته السابقة وقدم استقالته من منصبه رسميا. ما أبعاد وتداعيات هذه الاستقالة برأيك؟ طبعا هذه الاستقالة كانت متأخرة جدا بعد أنه رئيس البرلمان لم يمارس مهامه خلال السنتين الماضيتين لحد الآن، وهناك دعوة من حكومة إقليم كردستان لإجراء الانتخابات المبكرة في خلال 3 أشهر، وبالتالي انسحاب رئيس البرلمان لم يكن ذا تأثير على المسار السياسي. الآن على القوى والكتل السياسية الموجودة داخل البرلمان اختيار رئيس برلمان جديد لإقليم كردستان، باعتبار إذا لم يتم اختيار رئيس للبرلمان فإن البرلمان يعود إلى مرحلة الشلل ولن يستطيع ممارسة مهامه في المرحلة المقبلة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أنه حركة التغيير لم تقم التحرك داخل إقليم كردستان فقط، خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات التي حدثت في السليمانية، ولكن أيضا التحرك على الحكومة الاتحادية، ومن ثم التأثير على الحكومة الاتحادية لعدم التفاوض مع حكومة إقليم كردستان لحين وجود ممثلين شرعيين أو يعني تشكيك فيما يتعلق ب شرعية حكومة إقليم كردستان. هذه المرحلة أعتقد هي حساسة، وعلى القوى السياسية في إقليم كردستان وخاصة الموجودة في حكومة إقليم كردستان إما الاستمرار في إطار دعم حكومة إقليم كردستان أو القيام بتنفيذ مهام حكومة العبادي. يبدو أنها تسير على نفس النهج الذي اتخذته بعد الاستفتاء، حيث أنها مددت حظر الطيران على مطارات كردستان العراق لـ2 شهرين إضافيين. كيف ترى أثر هذا القرار على أربيل؟ يعني طبعا غلق المطارات وما يتعلق بالمناخ الحكومي أثر بدرجة كبيرة على إقليم كردستان. الآن هناك نوع من التواصل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على مستوى الوزارات وعلى المستوى الفني، وبالتالي ربما يتواصل الطرفان فيما يتعلق بتنفيذ
بعض ما يتطلبه إدارة المطارات والمعهد الحدودية على المستوى الفني للوصول إلى بعض النتائج. هذا ما هو مؤمل الآن، لكن إلى أي مدى حكومة السيد العبادي لديها إرادة حقيقية للتواصل مع حكومة إقليم كردستان، وبالتالي حل كافة الإشكاليات؟ النقطة الأولى. النقطة الأخرى تتمثل بمسألة الانتخابات التي من الممكن أن تجري في بعد 5 أشهر، وهذا ما يؤثر بدرجة كبيرة على الأحزاب السياسية وخاصة السيد حيدر العبادي لعدم تقديم التنازلات لحكومة إقليم كردستان في هذه المرحلة، ومن ثم الحصول على أصوات إضافية. نعم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل الدكتور عبد الحكيم خسرو، شكرا جزيلا لك.